في هذا المنتدى الهام الذي نعقده نحن تنظيم مؤتمر ستار تحت شعار بنضال المشترك سنحمي ثورة المرأة. في هذا اليوم نلتقي لنتذكر ونحتفي بثورة 19 تموز التي ليست مجرد ذكرى لنضال شعب، بل هي شهادة حية على إرادة المرأة في روجاوا وشمال وشرق سوريا وتصميمها على تحقيق الحرية والعدالة والمساواة. كانت هذه الثورة منذ بدايتها نقطة تحول جذري في تاريخ المنطقة، حيث أخذت المرأة دورها الريادي في ساحات النضال وفي بناء مجتمع جديد يقوم على قيم الحرية والديمقراطية والمساواة. لقد شهدت هذه الثورة إنجازات عظيمة حققتها المرأة من حماية الهوية والتراث إلى تحقيق تقدم ملموس في حقوق الأسرة وإنشاء منظومة خاصة تحترم وتدعم حقوق النساء. إن هذه الإنجازات لم تكن ممكنة لولا الشجاعة والتضحيات التي قدمتها النساء في سبيل بناء مستقبل أفضل. لهيك هالأزمة الحرب اللي رح تنتج من هالأزمة كمان من الواضح رح تكون أكثر مخبة وأكثر تدمينا من الحروب التي خلقتها الأزمات السابقة. يعني مثلا الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، كان طبعا أسبابها هي وجود أزمات كبيرة. نتيجة الأزمات صار انفجار، يعني بتصير انفجار، بتصير تكتلات، الدول كل مصالح مجموعة من الدول بتكون مشاركة مع بعض كل المصالح، يعني عملوا تحالفات. بس الخطورة يعني مثلا الحرب العالمية الثانية يمكن انه هيروشيما ناغازاكي بس اللي كان مثال على وحشية الحرب العالمية الثانية. طبعا الحروب العالمية كانت كبيرة، بس الحرب العالمية اللي هلا العالم كله يتوقعها واللي بلا اساس نحن فيها، بلا اساس نحن هلا عايشين حرب عالمية ثالثة. نتيجة الحرب العالمية مو مثل الحروب العالمية اللي قبلها، يعني يمكن الحروب العالمية اللي قبلها صار في تغيير فرائض، صار في نوع من الاستقرار ما بعد الحرب. بس هاي الحرب اللي هلا نحن عايشين فيها يمكن انه ما 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 تاخذنا للاستقرار مبكرا، يعني بشكل سريع ما نروح للاستقرار.